السلام عليكم ومرحبا بكم. العروسة تاع اليوم راح تكون لي مادلين ولا لي كابكيكس. هاد العروسة اللي خيرناها راح تكون سهلة بزاف. خيرنا لي زانغريديون اللي يكونوا كامل كيف كيف في الكراماج باش تشفاو عليها وتجربوها. وإذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديرونا جام في لا فيديو. هنا في هاد العروسات راح نسحقو 200 غرام تاع سكر عادي وربع حبات بيض اللي هي 200 غرام تانيك و 200 غرام تاع لافارين ووحدة خميرة تاع الحلويات و بانسي تال و ليكستري تاع لافاني. وعندنا 200 غرام تاع زبدة نكونو دوبناها وخلوها حتى وين تبرد. هنا نروح نكسر هادك ربع حبات بيض. في هاد لاروسيت راح نسحقو الباتر. ونزيد عليهم اون بانسي سال و ليكستري دو فاني واحد مغرفة صغيرة ونزيد عليهم لي 200 غرام تاع السكر عادي ونضربهم بالباتر حتى وين يبيض هذا الخليط ويتضاعف الحجم تاعو. انا استعملت البيترا، كيما نقدرون نستعملوا الباتر عادي. وشنو الباتر ياخذ الوقت اكثر من البيترا. ولا هذا هو الخليط تاعنا بعد ما ضاعف الحجم تاعو ولا ابيض كما راكو تشوفوا. نروح نزيد عليه هذيك الزبده اللي كنا دوبناها وخليناها تبرد. هنا الزبده لازم تكون بارده، ما تستعملوهاش وهي دافيه ولا سخونه. نحطوا نص الكميه تاع الزبده وندخلوها في الخليط بالفوي. هنا نروحو ديليكاتمون بهداك الفوي ونزيدو الكمية التانية. وهنا هنايا بعد ما دخلنا الكميه تاع الزبده نروحو نجيبو لافارين و دو بريفيرونس نغربلوها قبل ما نزيدوها على الخليط. هنا عندنا 200 غرام تاع الفارينه، نزيد عليه واحد كيس تاع خميره تاع الحلويات. وهنايا ندخلوها باللاماريز، نطلعو من الفوق للتحت هكذايا حتى وين تدخل كامل الفارينه في الخليط تاعي. هنا نروحو كيف كيف ديليكاتمون باش ما نطيحوش لاماس تاعنا.
والله هكذا بعد ما دخلت كامل الفرينة في الخليط تاعنا نستعمل امبوش باش تسهل عليا الخدمة. نعمر هذيك الخليط كامل في لابوش، ونجيبو هاد سنيوة سبيسيال تاع كاب كيك ونحطو فيها لي كيسات اللي هما راح نعمرو فيهم هاد الخليط تاع المادلين. نقطع لابوش تاعي ونعمرو لي كيسات طروا كار هكذا، واللي يحبهم يكونوا منفخين بزاف يقدر يزيد يعمر فوق طروا كار. والا هنا بعد ما عمرت كامل لي كيسات ندخلهم مليح في هذيك السنيوه، ونكون سخنت ديجا الفور من قبل على 180 درجه حتى وين واللي ما عندهمش هادوك السنيوه يقدروا يديروهم في ليكيسات. وشنو ندوبليو ليكيسات، ما نديروش ورقه واحده تاع ليكيسات، نديرو حتى وين ثلاثه ونعمرو باش ما تفيضليش داخل الفرن. وندخلهم للفرن حتى وين يتنفخوا مليح ويحمروا باش نخرجهم. هنا نخبطوهم باش يخرج كامل الهواء اللي فيهم. اي فوالا، هذه هي لي مادلان تاعنا بعد ما طابو، وهذه هي لا كولور اللي نسحقو كي تخرج من الفرن. نفتح لكم وحده باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. هاد لي مادلان بزاف خفاف وبنان، وجربوهم وان شاء الله يعجبوكم. وهذه هي كانت لا ريسيت تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وفيدناكم بحاجه. واللي عجبته لا فيديو يدير لنا جيم، ويعطيكم الصحه والسلامه.